الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. شرف خاص لي أن أنا أقدم الأستاذ الدكتور نصحي عبد الشهيد هذا الكنز الذي أنعم به الله على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذا الجيل المعاصر. دكتور نصحي لمن لم يعلم هو من مواليد الأقصر في 28/9 سنة 31 ميلادية. أتم دراسته بكلية الطب عين شمس سنة 56. حصل على دبلوم الأمراض النفسية والعصبية سنة 61. عمل طبيبا حتى سنة 67. درس الإكليريكية وحصل على بكالوريوس الإكليريكية في العلوم اللاهوتية سنة 58. طرق طريق لم يطرقه أحد من قبله في الجيل الحديث، هو طريق التكريس البتولي. ترك وظيفته وترك دراسته، ترك عمله وحمل الصليب مع المسيح وهو لا يدري كيف سيكمل، لكنه كان مؤمنا أن الذي دعاه سيكمل به وفيه. كان من الجيل الرعيل الأول للتكريس في القرن العشرين في الكنيسة القبطية. في هذه الفترة كان التكريس في الكنيسة في بداية النهضة الحديثة يشمل إما الرهبنة في الجيل اللي ابتداه المتنيح القمص متى المسكين ومعه قداسة البابا شنودة والرعيل الأول للرهبان الذين دخلوا الأديرة في رعاية المتنيح الأنبا توفيلوس أسقف دير السوريان، وكان جيل مدارس الأحد اللي اتكرس في الكهنوت كمثال قدس أبونا بولس والأباء أبونا صليب سوريال والأباء اللي تكرسوا في سلك الكهنوت أو الرهبنة. وأراد الله أن يكمل الكنيسة الثالوث الخدمي ما بين الرهبنة والكهنوت بالدياكونية أو الشمسية. فتكرس دكتور نصحي وأنشأ بيت التكريس لخدمة الكرازة، وده بيتركز على الخدام المكرسين في البتولية مع المتنيح القمص متى المسكين، أولا بحلوان ثم انتقلوا بعد هذا إلى حدائق القبة سنة 74. أسس مؤسسة القديس أنطونيوس سنة 79 ثم المركز الأرثوذكسي لدراسات الأباء سنة 89، وبدأ يترجم دراسات وأبائيات الكنيسة وكتابات الأباء من اللغات الأصلية اليونانية والإنجليزية إلى اللغة العربية. وكان ما عملوه في ذلك الوقت مثل ويمكن أصعب من الحفر على الصخر، لكن الله نظر إلى أمانتهم ونظر إلى اتضاعهم ونظر إلى بذلهم ونظر إلى من اختاروا الباب الضيق والطريق الصعب، وبارك في الخمس خبزات وبارك في كوار الزيت وبارك في حبة الدقيق. وتتلمذ على يديه كثيرون منهم حبيبنا دكتور جوزيف موريس اللي ربنا باركنا انه بيخدم معنا في هذه الكنيسة المباركة، واجتمعوا معا مثل 12 كوكبا حول الكنيسة يترجموا ويطرقوا مجالات صعبة، وابتدوا ينشروا تراث الكنيسة وكتابات الأباء، وابتدوا يتلمذوا جيل من الخدام، وابتدوا يبعتوا ناس يدرسوا الدراسات اللاهوتية العليا في اليونان وفي البلاد الخارجية ويرجعوا وهم حاملين على أكتافهم مجهود إن هم يكونوا عقل للكنيسة وفكر للكنيسة. يمكن ناس كتير فينا بيشوفوا الكهنة أو الخدام أو الشمامسة اللي احنا شايفينهم بيخدموا وساعات كتير ياخدوا مجد الناس، لكن ده العمل اللي احنا شايفينه اللي هو عمل العضلات، لكن في الكنيسة فكر بيحمله هؤلاء الناس الذين تجندوا ويحسبوا أمام المسيح شهداء هذا العصر، إن هم بيقدموا للجيل الحالي والجيل الجاي تراث وينابيع التعليم الأبائي. دكتور نصحي ودكتور جوزيف في غنى عن هذا التقديم، لكني أقوله شهادة أمام الله وأمام شعب هذه الكنيسة بمقدار الأيادي البيضاء اللي الناس دول قدموها للكنيسة في هذا الزمان.
عشان كده الحقيقة كان لفتة مباركة، لفتة مباركة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لما عملوا السيمينار بتاع تطوير التعليم اللاهوتي في الكنيسة، إن المجمع أهدى دكتور نصحي ودكتور موريس توادروس وسام أو منحة من المجمع المقدس تقدير وعلامة على اعتراف الكنيسة بالمجهود الذي بذل. كون أن ربنا يسمح لنا أن يكون بيننا هذه القامة في هذا اليوم علشان يفتح لنا، قبل ما يفتح لنا كنوز معرفته كنوز حياته. عشان كده الحقيقة دكتور نصحي على الرغم من محبته وعلمه الغزير، لكن هو وجوده وسطنا مش بس عشان نتعلم من كلامه، لكن نتعلم من مثاله. هذا الذي لم يطرق التكريس الرسمي بل حفر لنفسه طريقا صعبا يخدم به المسيح والكنيسة. ما أشد احتياجنا في هذه الأيام إلى من يرى احتياج الكنيسة ويكرس نفسه من أجل هذه الاحتياجات. عشان كده الحقيقة وجوده وسطنا حتى ولو لم يفتح فاه هو درس وهو عظة وهو مثال. يكفي أن نقول له ما قاله التلاميذ لأنبا أنطونيوس: يكفينا النظر إلى وجهك. بنشكر ربنا أنه أنعم علينا بزيارة الدكتور نصحي للمنطقة، وهو بيجي كل سنة يفتقد أبناء ومحبي الدراسات الأبائية في المنطقة. اللي هيتكلم على اللقاء النهاردة ويقدمه الدكتور جوزيف موريس، هيقدم دكتور نصحي ويقول المحاضرة النهاردة عن إيه وطريقة الأسئلة وإدارة هذه الندوة. أيضا اللي هيبتدي دكتور نصحي النهاردة هنكمله في أسبوعين قادمين من خلال دكتور جوزيف، هيكلمنا برضو في هذه السلسلة عن الدراسات الأبائية وإزاي غنى الكنيسة في أبائها. بمناسبة زيارة دكتور نصحي، يوجد عرض لبعض كتب مركز الدراسات الآباء من تأليف دكتور نصحي في خارج الكنيسة مباشرة، وفي تخفيض في الثمن بتاعها. برضو دكتور نصحي أسس مؤسسة للقديس أثناسيوس بفرجينيا هنا عندنا لنشر التعاليم الأرثوذكسية اللاهوتية وكتابات الآباء، وهي مؤسسة خيرية لا تهدف للربح. أيضا كل من يستطيع أن يساهم بالمجهود وبالتقدمات لتشجيع هذا العمل يعوضه الرب بالأجر السماوي في أورشليم السماوية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد. في سلسلة المحاضرات اللي موجودة كانت في النشرة بتاعت الكنيسة بمناسبة وجود الدكتور نصحي، قلنا ان احنا كلنا نستفيد منه ومن علمه ومن زي ما سمعته من قدس أبونا ومن طريقة حياته. فامبارح ابتدينا هذا الكورس وهيبقى لمدة 4 محاضرات. امبارح اتكلم الدكتور نصحي عن آباء الكنيسة ومن هم آباء الكنيسة وعلاقتهم بالكتاب المقدس وتفسيره وشرحه، وخصوصا ان هو قدم لنا تفسيرين مهمين جدا جدا لانجيلين من الاناجيل الاربعة: انجيل القديس لوقا البشير حسب تفسير القديس كيرلس، وهو موجود في العرض بره بس كعرض يعني بس، لكن ان شاء الله نقدر نوفره بعد كده للي يسيب اسمه. وايضا تفسير القديس كيرلس لانجيل القديس يوحنا، وده في جزئين كبار، وده الدكتور نصحي عام بالترجمتين دول. ولكن في ايضا من انتاج المركز كمان في تقريبا رسائل كثيره للقديس بولس الرسول زي العبرانيين وروميا وكورنثوس إلى آخره. والنهاردة هيكلمنا الدكتور نصحي عن أباء الكنيسة ومعالم الطريق
الروحي أو معالم الطريق الأرثوذكسي. وإن شاء الله هنكمل الكورس ده في محاضرتين قادمتين يوم الأحد القادم برضو في نفس الميعاد عن أباء الكنيسة وعطائهم اللاهوتي أو عطائهم العقيدي، إزاي أباء الكنيسة علمونا عن العقيدة وإيه هو دورهم في صياغة العقيدة. والأسبوع اللي بعده هنتكلم عن أباء الكنيسة والنصوص اللي احنا بنصلي بيها، النصوص الليتورجية دي. أتمنى أنه يعني نقدر نستفيد من هذه المحاضرات ونشارك فيها. وطبعا الفرصة زي ما مكتوب في البامفلت هي مفتوحة للمناقشة والاستفسار من خلال المواضيع دي. أنا بسيب الكلمة للدكتور نصحي، تفضل. الآباء والتاريخ الأرثوذكسي، من هم آباء الكنيسة؟ ناخد فكرة صغيرة كده. آباء الكنيسة اللي بنتكلم عنهم دول هم المعلمين بتوع الإيمان والعقيدة في القرون الخمسة الأولى، زي القديس أثناسيوس والقديس باسيليوس بتاع القداس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات. الآباء دول هم اللي اشتركوا في تحديد محتوى الإيمان والعقيدة وصياغة التعريفات وقوانين الإيمان في المجامع الثلاثة الأولى، اللي هي مجمع نيقيا سنة 325 ومجمع القسطنطينية سنة 381 ومجمع أفسس سنة 431. الآباء دول هم اللي بنسميهم الآباء معلمي العقيدة. والآباء دول أهميتهم في إيه؟ إنهم بيشهدوا للإيمان اللي استلموه من الآباء اللي قبله. يعني يقول مثلا قديس أثناسيوس إن أنا استلمت من البابا ألكسندروس اللي قبل، والبابا ألكسندروس استلم من الأسقف أو البطريرك اللي قبله في الإسكندرية. وعندنا مثل آخر واضح اللي هو القديس يوحنا الرسول. القديس يوحنا زي ما غالبا نعرف ان هو اتنيح حوالي سنة 100 ميلادية في نهاية القرن الأول الميلادي. كان له تلميذ، أحد تلاميذه اسمه بوليكاربوس، القديس بوليكاربوس. بوليكاربوس ده عاش لغاية سنة 156 ومات شهيد. وبعدين تلميذ بوليكاربوس اسمه إيريناوس، القديس إيريناوس، كان أسقف لليون في فرنسا واتنايح سنة 202. يعني احنا من يوحنا الرسول اللي استلم من المسيح لغاية بداية القرن الثالث عندنا ايه؟ ثلاث أشخاص: يوحنا سلم بوليكاربوس، وبوليكاربوس سلم إيريناوس، وإيريناوس سلم الأسقفة والآباء الكهنة اللي كانوا في عصره وبعد منه جم. وهكذا الإيمان سلم تسليم. الإيمان كان بيسلم بالحياة، يعني بالممارسة، كانوا يعيشوا الإيمان. وما كانش عندهم زي دلوقتي كتب مطبوعة يقروا فيها أناجيل وكتب في البيوت، كانوا يسمعوا التعليم في الكنيسة، والتعليم ده يتحفظ، ومن جيل إلى جيل الكنيسة تسلم الإيمان اللي استلمته للجيل اللي جاي الصغير.
لما يكبروا هم كمان زي ما استلموا يسلموا الإيمان، وهكذا من جيل إلى جيل إحنا بنستلم الإيمان عن طريق التسليم والتقليد زي ما بيسمى تقليد الكنيسة. الآباء دول هم الآباء الكبار، هم اللي لهم تأثير كبير في صياغة قوانين الإيمان في المجامع زي مجمع نيقيا وقسطنطينية وأفسس زي ما قلت لكم. وبالشكل ده إحنا عندنا إيمان مسلم مرة للقديسين زي ما بيقول يهوذا الرسول في رسالته، الإيمان المسلم مرة للقديسين، يعني الإيمان بيسلم تسليم، مش الشخص يستنتج عقيدة من مخه بأن هو يقرأ الإنجيل ويطلع رأي من الآراء. الطريقة دي ممكن تطلع الهرطقات زي ما حصل. أريوس استند على بعض آيات في الكتاب المقدس وقال إن يسوع ابن الله مخلوق، فالكنيسة كلها ردت عليه ورفضت وقالت إحنا استلمنا من الآباء الذين قبلنا واللي قبلهم واللي قبلهم لغاية الرسل إن يسوع هو ابن الله الوحيد وإنه إله حقيقي وإنه مساوي للآب في الجوهر، ولا يمكن أبدا أن يقبل تعليم غير اللي استلمناه من الآباء، والآباء استلموه من الرسل اللي هو الرسل اللي عاصروا المسيح وتتلمذوا إليه. وزي ما بيقول القديس أثناسيوس في العبارة المشهورة بتاعته بيقول إن الإيمان أعطاه الرب، الإيمان أعطاه الرب وكرز به الرسل وحفظه الآباء. الإيمان أعطاه الرب يسوع والرسل خدوا منه وبشروا بهذا الإيمان وسلموا هذا الإيمان للآباء، والآباء حافظوا على هذا الإيمان إلى أن استقر في الكنيسة وفي المجامع وقراراتها كما ذكرت لكم. الآن نأخذ بعض ملامح من الطريق الروحي الأرثوذكسي بعد ما خدنا فكرة مختصرة قوي عن مين هم الآباء ودورهم إيه. أول حاجة في الطريق الأرثوذكسي هو الإيمان بالثالوث القدوس. طبعاً زي ما احنا عارفين الرب يسوع وأوصى التلاميذ وقال لهم اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلى هذا الأساس اللي هو بيتم به المعمودية باسم الثالوث الكنيسة تعيش كل حياتها وعبادتها حوالين الإيمان بالثالوث القدوس. فنلاحظ مثلا إن أبونا لما يبتدي القداس رفع الحمل يبتدي بإنه يقول إيه مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله إلى آخره. وبعدين يرشم
يقول مبارك من الله الآب ضابط الكل، وتاني مبارك ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، مبارك الروح القدس المعز. وهكذا تستمر صلاة الكنيسة في القداس، بدايتها بتمجيد الثالوث، وفي الوسط باستمرار في ذكر الآب والابن والروح القدس، وفي النهاية نجد قبل الاعتراف الأخير نجد تاني الكلام عن الثالوث بعد ما احنا رؤوسكم للرب. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. وبعد كده يقول مقدس وكريم جسد ودم حقيقي يسوع المسيح ابن إلهنا. وهكذا يذكر الثالوث في بداية العبادة وفي وسط العبادة وفي نهاية العبادة. فالإيمان بالثالوث متجذر، يعني ضارب بجذوره في عمق عبادة الكنيسة وحياة الكنيسة. فالثالوث طبعا مش مجرد بس محفوظات نكررها ونرددها، ولكن الثالوث حياة. ازاي؟ لما بنقول الله ابو الرب يسوع المسيح، الله الاب ابو الرب يسوع المسيح، طبعا ده حسب تعليم الانجيل واللي استقر في الكنيسة. الله الاب ابو الرب يسوع المسيح صار ايضا ابا لنا بالتبني، بالتبني صيرنا ابناء الله. المسيح ابن الله الوحيد، ابنه بالطبيعه بالجوهر زي ما بيقول، واحد مع الاب في الجوهر او ساور الاب في الجوهر، ولكن نحن بنعمة ربنا يسوع المسيح صرنا أبناء بالتبني، حتى أننا نستطيع باسم الرب يسوع أننا نخاطب الآب زي ما بتقول الكنيسة قرب نهاية القداس، لكي نستجرئ بدال بدين خوف أن ندعو أباك أبا لنا ونقول يا أبانا. فالثالوث علاقة حية، المسيح أعطانا أن ننادي الله الآب كأب حقيقي لنا، نعرفه ونثق في محبته ونتكل عليه وننتظر نعمته. أبناء للآب بالتبني، وكذلك بهذه النعمة صرنا إخوة ليسوع المسيح. طبعا إخوة عن طريق التجسد، لما المسيح أخذ جسد متجسد من العذراء أصبح هو أخونا البكر بحسب النعمة، بحسب التبني. يعني هو الابن الوحيد، ما فيش غيره في طبيعته هي طبيعة الآب، لكن احنا بناخد من المسيح نعمة اننا نبقى اخواته الصغار، زي ما بيقول الرسول بولس انه صار بكرا على المسيح بين إخوة كثيرين. هو البكر بين إخوة كثيرين، الإخوة الكثيرين هم المؤمنين بالمسيح
اللي المسيح أعطاهم هذه النعمة أن يكونوا أبناء بالتبني، أبناء بالنعمة. وبعدين المسيح ابن الله اللي أعطانا هذه النعمة أن نكون إخوته الصغار، وهو البكر بين إخوة كثيرين. أعطانا الروح القدس زي ما وعد وحقق الوعد: أرسل لكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. وهكذا أعطانا الروح القدس، روح الله القدوس، لكي يسكن فينا ونصير هيكل الله، هيكل للروح القدس. فيبقى الروح القدس ساكن فينا، والمسيح أخونا البكر، والله الآب أبونا. هذه هي عطية الثالوث القدوس لنا: الآب والابن والروح القدس. نقطة تانية في الطريق الأرثوذكسي: بعد الإيمان بالثالوث هو منهج الحياة، طريقة الحياة. الحياة في الطريق الأرثوذكسي توصف بأنها حياة التقوى والقداسة. ده الصفة الأساسية بتاعت الطريق الأرثوذكسي. صحيح الطريق الأرثوذكسي بيتميز بتمسكه بالعقيدة المستقيمة، الثالوث والتجسد وكل هذه العقائد، ولكن بيتميز أيضا بصفة التقوى، السلوك بحسب روح التقوى، زي ما بيقول الرسول بولس في الرسالة للعبرانيين: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة. اتبعوا السلام والقداسة التي بدونها لن يعاين أحد الرب. نحن في الطريق الأرثوذكسي مدعوين أن نعيش بالتقوى التي علمنا إياها الرب يسوع، أن نعيش في خشوع ونعيش في تسليم الحياة لله بكل خضوع وثقة وإيمان، واثقين أنه يدبر أمور حياتنا ونحن نعيش في مخافته وطاعته ورضاه كل حين. هذه السمة أو الصفة الثانية في الطريق الأرثوذكسي. الصفة الثالثة في الطريق الأرثوذكسي هي الوصايا اللي أعطاها الرب الأساسية: محبة الله من كل القلب، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، من كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. تحب الرب إلهك من كل قلبك. طبعا هذه المحبة هي أساس الحياة المسيحية كلها في كل مكان. محبة الله من كل القلب. والرب يسوع كان بيقول هذه الكلمة للفريسيين والناموسيين الذين يسألون: أنت ما هي الوصية الأولى والعظمى؟
قال له اقرأ أنت الناموس. قال له مكتوب تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك كل نفسك من كل قدرتك. قال له وخربك مثل نفسك. قال له بالصواب أجبت. افعل هذا فتحيا. يعني يبقى عندك حياة أبدية. المسيح بيقول، رب المجد بيقول، لازم تحب الرب إلهك من كل قلبك. ويعني تحب الرب إلهك من كل قلبك؟ يعني تعطي له نفسك، تعطي نفسك لله، كل مشاعرك وكيانك وأفكارك وميولك تسلمها له، علشان هو الذي خلقك وأنعم عليك بكل النعم الموجودة عندك، هو يملك على حياتك ويسود على حياتك ويجعلك تعيش في سلام نتيجة الارتباط دي بالمحبة الصادقة. تحب الرب إلهك بكل قلبك، قلبك يعني عواطفك، من كل قدرتك يعني بكل قواك ونشاطك وغيرتك، من كل نفسك يعني بأعماق روحك، بأعماق روحك تحب الرب إلهك، ومن كل فكرك يعني بكل طاقة أفكارك وذهنك تنشغل بالله وتحب الله حب عظيم جدا. الرب ما قالش تحب قريبك من كل قلبك، ولكن قال تحب الرب إلهك من كل قلبك، لكن قريبك تحبه زي نفسك، زي نفسك، وما قالش على نفسك انك تحبها من كل قلب، ولكن فقط الله هو الذي تحبه من كل قلبك. هذه المحبة يا أيها الأحباء هي أساس المسيحية، وزي ما قال الرب يسوع هذه المحبة تفضل على كل محبة حتى محبة الوالدين مع الحرص عليها كوصية من الله، ولكن زي ما بيقول الرب عند اللزوم، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. يعني محبة الله أن نحب الله، نحبه أكثر من أنفسنا وأكثر من والدينا وأكثر من زوجاتنا وأولادنا وإخوتنا وأشقائنا، نحب بكل كياننا، لأن الله يستحق وحده هذا الحب الذي يملك على الإنسان قلبه، يملك قلب الإنسان. وتحب قريبك كنفسك، يعني تهتم بخدمة أخوك أو قريبك المحتاج. المقصود طبعا بقريبك كما هو معروف مش قريبك الجسدي بس ولا أخوك الجسدي بس، ولكن المقصود تحب قريبك زي ما المسيح وضح في المثل بتاع السامري الصالح، هو من يحتاج أن تعمل معه الرحمة، فهو ده قريبك. قريبك هو من تفعل معه الرحمة، من يحتاج أن تخدمه هو قريبك. حب كل إنسان محتاج، وخاصة من يحتاج إلى أن تخدمه. بعد كده النقطة الرابعة هي الصوم والصلاة والصدقة. طبعا نحن نعرف أن هذه
هي الثلاثة أركان للعبادة. الصلاة زي ما المسيح علم في الموعظة على الجبل، تكون من القلب أي في الخفاء بينك وبين الله. وده ما يمنعش انك انت في الكنيسة في العبادة الجماعية الجمهورية تبقى برضك بتصلي بينك وبين الله في السر، يعني قلبك يتصل بالله في الصلاة. وزي ما المسيح قال في الموعظة على الجبل: متى صليتم فلا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، ولكن صلي لأبيك الذي في الخفاء. طبعا في الخفاء يعني يعني اللي تعرفه في أعماق قلبك، أبيك الذي في الخفاء والذي يرى في الخفاء هو يجازيك. صلي إلى أبيك الذي يرى في الخفاء، صلي في أعماق نفسك في السر بينك وبين الله. ينبغي أن تكون صلاتنا كما أوصى الرب يسوع في انفراد، والمقصود بالانفراد مش إن ما يبقاش في حد خالص. طبعا في أوقات يبقى الإنسان على انفراد في بيته في غرفته حاجة زي كده، ولكن على انفراد حتى وسط الناس يبقى قلبه متصل بالله مباشرة، يناجيه يشكره ويسبحه ويطلب معونته في السر في الخفاء. والله الذي يرى في الخفاء هو يجازيك، بيقول يعني يعطيك نعمة ويكافئك ويبارك. وكذلك تكلم عن الصوم في الموعظة على الجبل: متى صمت فلا تعبس وجهك وتغير شكلك، ولكن صم لأبيك الذي في الخفاء، ليكن صومك أمام أبيك الذي في الخفاء. أي أنت في نيتك الداخلية تقدم صومك لله، ولا تهتم بأن يرى أحد، بل بالعكس تتحاشى أن يعرف أحد أنك في حالة صوم. المهم هو العلاقة السرية، العلاقة الباطنية الخفية بين الإنسان وبين الله، اللي بيها بيعبر عن محبته لله بأنه بيقدم جسده بالصوم وتعب الصوم حبا فالله وانشغالا بالله، يقدم هذا الصوم. وبعد ذلك يتكلم الرب عن الصدقة أيضا، بيقول: متى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، فلا تعرف شمالك ما تعرف يمينك. معنى ذلك انك انت بتخبي العطاء اللي بتعمله حتى عن نفسك، يعني لا تحس انك اعطيت من ذاتك، ولكن شعورك بان ما تعطي هو من فضل الله مش مني انا، العطاء من الله. زي ما بنقول في القداس: من يدك أعطيناك، يعني أنت وهبتنا وإحنا بنقدم لك من اللي وهبته لينا. وبذلك يتمتع الإنسان بنعمة الرب ورحمته ومحبته
عندما تكون عشرته مع الله في الصلاة وعبادته لله بالصوم والصلاة وخدمته للآخرين الذين هم في احتياج لعمل المحبة. المسيح يعطينا إننا نحبه بكل قلوبنا ونتحد به ونرتبط به وننشغل به عن كل شيء آخر. ويأتي وقت عندما نحب الرب بإخلاص نستطيع أن نكون معه حتى وسط الناس، نشعر بوجود الرب معنا حتى في وسط أعمالنا ومشاغلنا، ويباركنا في كل ما نتكلم ونفكر ونعمل. لإلهنا المجد الدائم في كنيسة من الآن إلى الأبد. بنشكر الدكتور نصحي على ربط تعليم الآباء بحياتنا الروحية وطريقنا اللي احنا بنسلك فيه. في دقائق كده للأسئلة أو للتعليق لو حد يحب يعلق أو يسأل سؤال. تفضل. باشمهندس عاطف. عاوزين الدكتور نصحي يدينا فكرة عن المركز في مصر وماشي ازاي وفي كم واحد والدكتوراهات اللي خدوها والحاجات اللي زي كده. مركز دراسات الآباء بيقوم بنشر كتابات الآباء من سنة 1979، وترجمة كتابات الآباء من اللغات الأصلية اللي هي أغلبها باليونانية وبعض لغات أخرى قليلة إلى اللغة العربية. المركز قام غاية دلوقتي بترجمة 175 كتاب، وطبعاً دول ما يجوش واحد على 100 من كتابات الآباء لأنها كمية ضخمة جداً. طبعاً فيها تفسير للكتاب المقدس زي ما سمعت من الدكتور جوزيف، زي تفسير إنجيل لوقا القديس كيرلس وتفسير إنجيل يوحنا القديس كيرلس، إنجيل لوقا مجلد كبير وإنجيل يوحنا شرح يوحنا مجلدين كبار، ويمكن تشوفوهم بره. المركز كمان يقوم بإرسال بعثات لدراسة كتابات الآباء واللغة اليونانية في بلاد اليونان أساساً عشان اللغة اليونانية، وبعض أمكنة أخرى في جامعات أخرى. وأرسلنا حتى الآن ورجع من الدراسات من البعثات 8 باحثين، أحدهم الدكتور جوزيف ميروس شولتس اللي موجود حاليا في أمريكا، ولا يزال لدينا 2 من الباحثين لم يتموا الدكتوراه. واحد بيدرس الدكتوراه في إيطاليا والثاني بيدرس الماجستير والدكتوراه في باريس في معهد القديس سيرجيوس. فإحنا بنعمل كمان وضع كتب أبحاث وموضوعات، وبنعمل مؤتمرات حوالين كتابات الآباء. بنعمل مؤتمرين في السنة يحضروهم عامة الشعب، يعني بيحضر في كل مؤتمر سنوي حوالي 200 شخص، بينعقد في دير العذراء ببياض بني سويف تبع برشيد بني سويف عشان عندهم أمكنة متسعة للإقامة.
وثلاث مرات في السنة بنعمل لقاءات من أكثر من محاضرة برضو من موضوعات كتابات الآباء ودراسات حولها. المركز طبعاً بيتبع مؤسسة اسمها مؤسسة قديس أنطونيوس، هي اللي بتصرف على الباحثين، لأن الباحثين طبعاً يعني بيعتمدوا على المؤسسة في على المركز في معيشتهم، لأنه متفرغين. وأنشأنا مؤسسة اسمها سانتا أثناسيوس فيليشيب هنا في أمريكا في فيرجينيا، ودي ممكن يعني علشان دعم العمل في مصر وعمل ودعم العمل الآبائي ده لخدمة الكنيسة في أمريكا، وممكن أي حد عايز يساهم في خدمة كتابات الآباء ومركز الآباء ممكن يساهم عن طريق سانتا أثناسيوس فيليشيب هنا في فيرجينيا، بأنه يبعث أي تبرعات أو أي أو اقتراحات أو آراء علشان الخدمة دي، لأن كتابات الآباء دي مهمة جدا للكنيسة في جميع أجيالها، لأن احنا بنعيش بالإيمان المسلم اللي استلمناه من آباء الكنيسة واللي استلموه من الرسل زي ما قلت لكم. بس تعليق صغير، اللي يحب ياخد اي معلومات عن مركز دراسات الاباء او الويب سايت بتاعه، من فضلكم بس يسجل اسمه والايميل بتاعه او تليفونه بره، واحنا هنتواصل معاه ونبعت له اي انفورميشن هو عايزها، سواء عن المركز او عن المؤسسه او عن اي حاجه تاني. اتفضل. لا كرولوس القديس كرولوس عمود الدين، تفضل اسألي تاني عشان تسجيل. سوري، شكرا. اللي هو الرابع ابو الاصلاح، سؤال ايه بالظبط؟ سؤال ايه؟ ام فسر الانجيل يوحنا وانجيل لوقا، مين اللي فسر؟ القديس كرولوس اللي هو كتب القداس الكرولوسي والبابا 24 من بطاركة اسكندرية، واللي احنا بنسميه كيرلس عمود الدين، واللي هو كان بطل مجمع المسكوني الثالث. شكرا. في اي سؤال تاني او اي ملاحظة؟ طيب، من فضلكم شوفوا الكتب اللي برا وانتوا خارجين، وحاولوا تسجلوا اسماءكم في الكشف ده عشان توصلكم معلومات باستمرار عن نشاط المركز وكتاباته، واحنا ممكن نبعت لكم كمان يعني كتابات صغيره كمان على الايميل بتاعكم، حاجات بخصوص الاعياد او حاجات ممكن تتقري بسرعه باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه كمان. هو مكتوب عليها للعرض بس،